أربع سنوات من الحرب، ماذا سلبت من اليمنيين وماذا أبقت لهم غير صوت الفنان علي الأنسي الذي أصبح هوية لأعياد اليمنيين الذين يحرصون على أن يظل رمزا لبهجة العيد حتى وإن غابت أسباب البهجة. عيد بنكهات البارود ومذاق الحرب، وعيد أيضا لا يخلو من كفاح ومقاومة كل أسباب الموت والفناء التي تحيط باليمنيين وتوقف الحياة من حولهم. رغم الظروف التي تمر بها تعز منذ ما يقارب الأربعة أعوام والحصار المطبق عليها سواء اقتصاديا أو سياسيا أو إقليميا، إلا أن تعز تعيش الفرحة بكل لحظاتها لتخبر العالم بأجمع أنه مهما توالت علينا المصائب إلا أن نتأقلم عليها، ولا نقول بأن الحرب قد انتهى، ولكن تأقلمنا على الحرب، تأقلمنا على وضعه واكتسبنا قوة بقدر الحرب التي فرضت علينا. صلاة العيد في المناطق المحررة لها نكهة الحرية التي افتقدها اليمنيون رغم شحة الإمكانات التي حالت دون الاستعداد الكامل لتلبية مطالب العيد، لكنه عيد شاحب، فنزيف الحياة من جسد المواطنين لا يزال مستمرا، ولا تزال الحرب وأسبابها من ضحايا وغياب ونزوح وصراع قاس مع الجوع والأمراض، كل ذلك يأخذ من فرح اليمنيين وأعيادهم. جرى حصارنا في تعز وجرى قصف الميليشيات علينا، قذائف وحصار ودماء وقتلى، ففرحة العيد لدى الأطفال لا تنصف. كل عام وأنتم بخير، هذا العيد نسي نفرح بس في قذائف يمنعونا نحن من. ورغم الفقد الذي خلفته الحرب في أوساط الأسر اليمنية إلا أنه لا يزال هناك عيد. نسترق لحظات الفرح يعني في جو مليء بالحزن وبالكآبة، ويعني علامة على أن هذا الشعب يعني لا يستسلم أبدا للأحزان وللأوضاع السيئة، وعلى أن الشمس دائما تشرق يعني بعد الظلام. هذا هو عيد اليمنيين، فهل من سبيل للفرح؟